قرار تعسفي، هذا قرار تطبيق هذا القرار معناته. لقد قامت وكالة الغوث الدولية بهذا القرار الظالم التعسفي بفصل 165 موظف في الوقت الذي فيه الظروف الدولية كلها ضد اللاجئين وضد مصالح اللاجئين، في الوقت الذي تطل عليه الإدارة الأمريكية باعتبار القدس عاصمة لدولة بني صهيون، تتماشى وكالة الغوث مع السياسة الأمريكية والصهيونية وتفصل 165 موظف عن عملهم. السبب لأن هؤلاء المعلمون من حملة شهادة الدبلوم لم يرتكبوا أي مخالفة لا قانونية ولا غيرها. أنا هنا للدفاع عن نفسي أولا والدفاع عن كل أخواني اللاجئين، لأن هذه سياسة وكالة وهذه خطوة في سياسات التقليص التي تقوم بها الوكالة تجاه كل اللاجئين الفلسطينيين. فأنا وأنتم كنا فرد فهم كثر، للأسف هذه سياسة يتم تطبيقها الآن بدبلوماسية شديدة جدا وعبر خطوات مدروسة جدا بدءا بمعلمي الدبلوم. رسالتنا إلى إدارة وكالة الغوث الدولية، نحن ضد قرار فصل 164 معلم ومعلم مدارسها، يجب على وكالة الغوث إلغاء هذا القرار نهائيا. في حال صممت وأصرت الوكالة على هذا القرار مع بداية الفصل الدراسي الثاني سيتم تنفيذ سياسة دمج الصفوف وعدم تعيين مدرسين جديد، وبالتالي سنضطر إلى اللجوء إلى نقطة الصفر بإغلاق جميع المدارس التابعة لوكالة الغوث، ولن نقبل بأن تعود الصفوف مدموجة كما كانت، ولن نقبل أن يدخل على طلابنا معلمين ليسوا مؤهلين لتدريسهم.